أهلا بكم في دورة الفوتوشوب العملاقة، الدورة الأفخم لتعلم برنامج فوتوشوب. في هذه الدورة راح نتعلم عدة مفاصل. نبدأ هذه الدورة بشرح أساسيات البرنامج مع عمل تطبيقات فنية على برنامج فوتوشوب، وطبعا هذه التطبيقات تكون سهلة باعتبار أنه بداية الدورة. ثم طبعا نتوسع بالشرح بشكل أكثر ونبدأ بشرح الظلال بطرق وبأشكال مختلفة. طبعا راح نشرح الظل الدائري والمربع والمستقيم وظلال النصوص، وطبعا طريقة تسليط الضوء بشكل سلس وبسيط. ثم ننتقل إلى شرح أقوى أداة في برنامج الفوتوشوب، وهي أداة البين تول، والذي تستخدم للرسم، رسم الفيكتورات ورسم الشعارات. وطبعا سنرسم مجموعة من الشعارات بهذا البرنامج، وطبعا راح نحول الرسومات اليدوية إلى رسومات إلكترونية من خلال أداة البين تول. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كيفية التصميم المكتبي كتصميم الهويات وطبعا البروشورات والبزنس كارت والشهادات التقديرية المستخدمة في الدورات والمستخدمة في الشكر والتقدير. وطبعا هذه التطبيقات ستكون احترافية جدا وسهلة. ثم ننتقل إلى المكياج الإلكتروني، وطبعا هذا الجزء هو الجزء الأكثر تشويقا والأمتع باعتباره يحتوي على الكثير من العمليات الاحترافية بداخل برنامج فوتوشوب، وسنشرح معالجة الوجه وإضافة المكياج الإلكتروني بطريقة سهلة وبسيطة وبخطوات رائعة وبسيطة ممكن أن يستخدمها ويعملها أي مستخدم لبرنامج فوتوشوب بعد مشاهدة هذه الدورة. وطبعا سنختار حزمة كبيرة من هذه التطبيقات وسنخوض كافة العمليات في المكياج الإلكتروني بحيث نغطي كل الاحتياجات اللي ممكن أن تحتاجها بعملية المكياج بداخل برنامج فوتوشوب. ثم ننتقل إلى جزء مهم جدا لكل مصمم ولكل من يعمل على برنامج فوتوشوب، ألا هو معالجة الصور الفوتوغرافية. طبعا راح نتبحر بكمية كبيرة جدا من التطبيقات حول معالجة الصور الفوتوغرافية، وطبعا سنشرح مفاصل ومحاور مهمة وكثيرة بهذا المجال، كإضافة التأثيرات الفنية كالغبار والشمس وتحويل الليل إلى نهار والنهار إلى ليل وتصحيح الألوان والإضاءة والظلال، وسنشرح طرق عديدة لمفاصل مهمة بمعالجة الصور الفوتوغرافية. ثم ننتقل إلى شرح جزء مهم في عملية التصميم، ألا وهو الموكاب. وطبعا فائدة الموكاب هو عرض التصاميم بالشكل الحقيقي، يعني مثلا عندما نعمل بزنس كارت نعرض هذا الكارت بالشكل الحقيقي حتى يشوفه العميل ويتخيل شكله بعد الطباعة وبعد التنفيذ، مما يسهل عملية التعامل بين المصمم والعميل. ثم ننتقل إلى تصميم كفر الفيسبوك أو بروفايل فيسبوك. طبعا هذا جزء مهم جدا في العصر الحالي لما يشكل من أهمية بالغة في السوشيال ميديا، وطبعا راح نعمل تصاميم لصفحات متعددة ولفئات متعددة لمجالات المطاعم والسوشيال ميديا والتسويق، وطبعا بمجالات التسويق المختلفة. ثم ننتقل إلى جزء مهم أيضا في عالم التصميم، ألا وهو تصميم الإعلانات السياحية. وطبعا هذا جزء مهم أيضا وعليه الكثير من الطلبات السوقية عند التصميم، ورح نعمل تصاميم عديدة جدا في مجال السياحة والسفر، علما أن هذه الدورة ستكون مفتوحة ولن تنتهي بهذا القدر من المحاضرات، بل سيتم إضافة محاضرات جديدة إليها إن شاء الله. دورة الفوتوشوب العملاقة، دورة عملاقة بمعنى الكلمة. للاشتراك في الدورة يرجى التواصل على المعلومات التالية.